أنا وصلنا يم الأخ أبو زمن. أبو زمن اختصاصه مال معاقين. الله يساعدك حبيب أبو زمن. بالنسبة للعرباين والشغلات مال المعاقين اللي عندك، شلون الأسعار تبدي؟ الأسعار عندي 75، إيه، وعندي 50، وعندي 60. أعلى شيء عندك بيش؟ أعلى شيء 75 اللي مو باله. هاي بالنسبة للعرباين. اللي مو باله. اللي مو باله. إيه البالة لا تختلف، البالة أكو 100. أكو 150، أكو 150. هسه هي ما عندك؟ لا ما عندي بالا هسه. زين، هاي بالنسبة للعرباين من 50 لل 75. نعم، هاي العكازات عندي على 10. هاي على 10 وذنيتش. رباعية. ذنيتش على 5. على 5. نعم. وهاي اللي تصير شو يسمونها هاي؟ هاي المشاية. المشاية. إيه؟ المشاية ب 15. المشاية على 15,000. نعم. زين، بتذني عندك لو عندك بعد غرض. هاي الغراض قدامك. هذا هاي روبونات هسه جايك على روبون. هاي بالنسبة للغراض اللي عندك. زين، هذا المكاين لك. اي هاي على 50 هندي. هاي على 50 هندي. نهايتها 40. نهايتها 40. هاي 70. نهايتها 60. نهايتها 60. هم هندي برادر. برادر هندي. حلو. زين، بالنسبة للكوسرات. كوسرات على 25 نهايتها. على 25. وهاي الكابسة. هاي الكابسة على 10 مال كليتشة. على 10 مال كليتشة. نعم. هيك عندي 25 جديدة بالباكيت. اللي هي هاي بالباكيت. اي هاي. 25. نفس هاي بس هيك كبيرة. حلو. نوعية كبيرة. زين، هاي التايرات مال العربان. هاي الزوج ب 25 جديد ما مستعمل. الزوج على 25. تاير مال العربان ومال عمالة. اي مال. زين. مال مال مولد. زين، ودنيشه دنيش تايرات مال المعوقين. الواحد بخمسة. الواحد على 5000 دينار. نعم. وهاي الرابنات. هذا الرابن على نهايته 60. نهايته 60 الواحد. الواحد نهايته 60. حلو. عندك هاي مال برادات. مال برادات على 5. على 5000 دينار. نعم. وهاي التايرات الصغار. التايرات التخم بثمانية. أربعة تخم بثمانية. نعم. هذا التكرم مال التواليت مقعد. هذا يسمونه غربي. غربي. 25 سنة. 25 سنة. ما مستعمل. لا هاي مو إلي. مال أبو حسين. لا تريد هناك. هسه وصلنا يوم مصطفى الذهب. مصطفى اختصاصه طباخات. بس شنو الطباخات اللي عنده؟ نظافة 90 إلى 100%. حبيبه مصطفى. يابا احكي لنا شوية على الطباخات اللي عندك. عندنا طباخات اليوم فريش. فريش. قياس 90. هاي النظافة. هاي النظافة مالته. هاي قدامك. حلو. هذا شلون سعره؟ هذا سعره 225. هذا فريش. فريش. قياس 60 في 60. اللي يدور 60 في 60 في التعليقات. اكو واحد كتب لي بالتعليقات يريد 60 في 60. الرقم مال مصطفى بالوصف. شلون سعره؟ سعره 110. سعره 110,000 دينار. الرقم مال مصطفى بالوصف. مصطفى حبيبي، دا يسألون على 60 اللي نوعيته مضبوطة. 60 كل النوعيات المضبوطة المصرية. ايه. عندنا 60 في 60. عندنا الفريش. الفريش. الكرياسي. حلو. أضبط نوعية. الكرياسي. الكرياسي أضبط نوعية. بس سعره شوية غالي. مثل ما سمعتوا، الكرياسي أضبط نوعية بس سعره شوية غالي. يعني بيش. يجي من بعد التكنو. التكنو يجي من بعد الفريش. حلو. امبريال مثل المصريات بس تركو ما تركو ما نشتغل. هذا شلون سعره؟ هذا يونيفيرس. يونيفيرس قياس 90. 90 النظافه. وهاي النظافه مالته شلون سعره؟ هذا سعره 225. تعالوا نشوف. فريش. فريش نفس الحاله نفس السعر. نفس السعر مال الاول. بيش هذا؟ 225. عندنا يونيفيرس. يونيفيرس. السعر نفس السعر 225,000. هذا كريازي. فول واحد على واحد. هذا فول يقول واحد على واحد. شلون سعر هذا مصطفى؟ 275. هاي هذا هم يونيفيرس. يونيفيرس. موجود. ثلاث قطع. أقول لك هذا مستخدم لو جديد؟ مستخدم. هذا مستخدم بس نظافته ما شاء الله. جديد ما عندي. ها. هذا طباخ بلادي. هذا طباخ بلادي. عيون بلادي كله بلادي. شلون سعره هذا؟ شوفه.
هاي النحاس الاصليه مالتي. شلون سعر هذا مصطفى؟ هذا سعر 225 225,000. هذا هم كذلك مليون فيرس. وهذا عشتار اي مال مؤسسه. هذا سعر 200,000. 200 ها هذا يجي هذا بس العشتار يجي مسطره؟ لا الكرياز الباب الاول ايه؟ الوجبه الاولى نزلت هم نزل مسطره. هم نزل مسطره سمك يسميه احنا نسميه سمك. ها سمك حلو بس كلش نظيف. شلون سعره هذا؟ 200,000. هذا عشتار قديم. عشتار قديم احنا نسهل القصيف. هذا موسع ايه؟ هذا قصيف. قصيف سعر مالته 170,000. 170,000 وهاي النظافه مالته. بس شيء خبط. والكريازيات كل سعر واحد. والكريازيات دني سعر واحد. احنا قدام يجي من طرف فدوى لعمرك. انت معدل مصطفى ممنون منك يا طيب حبيبي شرفتنا الف. دني شنو اليوم عندك؟ لا انت تحفيات. تحفيات ليش؟ 5000 قطعه على 5000 دينار. هاي اليوم شيء جديد. ايه زين. العجانه هاي باقي بس هالحجم هذا؟ اي بس 8 كيلو. بس 8 كيلو بيش؟ 150. المبردات؟ المبردات هذين الكبار على 100. على 100 الكبار. واقل سعر عندك؟ على 75. اقل سعر على 75,000. اي والباقي على 100. اي وهذا النيشي هاي ياسان عندنا جديد. زين اللي هي ام الخرطوم؟ ام الخرطوم الياسر. قصدك على هاي الياسان؟ هاي الياسان. طيب بيش هاي؟ سعرها 150,000. 150,000. وهاي ام الخرطوم؟ هاي 290,000. 290,000. هاي ام الخرطوم وهاي الياسان. ودني امهات السبعين. دني امهات السبعين الزغار. وعنده دنيكه على 100,000. بالنسبه للغسالات؟ اكو 65، اكو 75، اكو 60. ها ب 65 وب 75 وبيش؟ وب 70. وب 70,000. هاي تجي الشغل وتاخذ هنا كله على الشغل. زين طباخات يمنا. زين عندك هاي الثلاجه بيش؟ زين دش الثلاجه 100. هاي هم 100. هاي هنا الغسالات الباطنة. وعدهم همين طباخات غسالات طباخات مبردات. شلون اسعار الطباخات؟ هذا الجي العربي. الجي العربي هذا بشاشة ديجيتال. بشاشة ديجيتال يعني هاي لمس هنا عندي مال كهرباء. كهرباء هذا شغالة. هذا سعره 180. هذا 180. هذا مستقل مثل ما سمعت. عندك هذا عشتار الابيض ب 100,000. 80 80 سنتيم. هذا اللي بصفه الفريش. الفريش هذا هم 80. هم 80 بيش؟ هذا 140,000. هذا 140,000 بس كلش نظيف. زين هذا اللي بصفه بيش؟ هذا فريش افرانه مستقله 95. افرانه مستقله 220,000 افرانه مستقله. وهذا مصري هنيوني قنصر ايه هم يطلع سعره 220. هذا ابو دائما موجود 100 بيش 140,000. هذا بيش؟ هذا هم فريش ايه يطلع 200. هذا فريش 200. هذا الستينات على 100. على 100 55 في 55. هذا 55 ايه هذا عندي ستي في 60 في 110. هذا بيش؟ على 100 دنا على 100 ثانية. هذا 110 شوي احوال. وهذا 60 في 60 بيش هذا؟ 120؟ لا 110. ها 110. هذا شنو؟ هذا LG العربي. LG العربي نوعية كلش حلوة. يطلع سعره 180. هذا 180,000. هذا غير لون مو؟ غير لون لكن سعره بيش هذا؟ هم 140. هذا 100,000. زين. هذا الفرش يطلع 220. هذا 220 اللي يصير بيه احمر. ذاك الستين 100,000. وهذا اللي بصفن هذا الديلوكس اي بيش؟ هذا الصغير ب 100 بصفه. لا اللي بصفه اي بصفه 170. 170 واللي بصفه ذاك بصفه 170. 170,000. شوف هاي دبت الغاز عندهم تجي الشغل ناره زرقاء
تاخذه وتروح على الفحص. على الفحص هذا بيش يطلع 170 170 شنو نوعه هذا؟ هذا هو توك على اساس ايطالي بس هو توك كذا. هو على اساس ايطالي بس هو توك. هذا اللي بصفه هذا ساماكس. ساماكس هذا مصري. مصري يطلع 180. هذا اللي بصفه يطلع 200 ألف. طبعا كله يجي بيجامه وجاهز يعني. هذا ديلوكس 160 ألف. وهذا بيش يطلع هذا يطلع 160 ألف. أفرانه مستقلة. شوف هاي هنا البسطية عنده من 2500 لحد 30 ألف. وكل جمعة موجود كل جمعة شيء جديد. يوم أدوات يوم أكواب حسب اللي موجود. هاي كل شيء تلفون. هذا بجوازات. جوازات ما الشحبة. شوف هنا غراب ما الباب. عشتين 5000 دينار. عشتين 5000 دينار. هاي بالنسبة لهم شغالات لو شنو؟ أنت وحبك. أنت إن شاء الله نقوم إن شاء الله. أنت وحبك. أي. هل. هاي. اثنين بخمسة. بلاش. انت يقول خلي اكل الفقير. كابتن حياتي. يعني حتى قسم بيهم بالكارتون. بس الولد ما يبيع. يعني انت و... اكو يشتغل انا كم يشتغل. اي يعني. الشمعة دانات. الشمعة دان كله يشتغل. كله شغال ما شاء الله للأخير عنده. هاي كل جمعة هنا. كل جمعة. هاي على 1000 وعلى 2000 دينار. لك تمشي سلمي على ابو تمشي. ذكرنا في ساعة. كل شيء تبقيها ساعة. عمو. الملاعب على شقد. الله يسعدك. يعني. من وإلى قل لي لا من الألف. هاي من 3000 حد 8000 دينار. كله أصلي. تجي تقلبه إذا مو أصلي مرجو. 60 55 30 ألف. هاي بالنسبة لثلاث بايسكلات ذنبه.